السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي في أدوات كتيرة بتبقى جوه المتصفح تخليك بتتعامل مع شات جي بي تي، يعني حتى لو شات جي بي تي ممنوع عندك في البلد أو ممنوع عندك لسبب من الأسباب بيخليك تتواصل معاه، وفيهم أدوات كتيرة جدا مجانية وبتتعامل مع شات جي بي تي 4 وشات جي بي تي 3 برضه. تمام، طيب عندنا مثلا هنشوف مثال، مثلا ميرلين ده ممكن بقى تخش تدوس عليه، بيبقى موجود فوق خالص تدوس عليه وتبدأ تسأله أي سؤال. هو بقى بيقول لك إيه، ممكن يعمل لك ويب أكسس، يعني السؤال اللي جواب تحته تبقى موجودة من آخر حاجة، مش 2021، لأ مفتوحة، وتبدأ تختار أنت عايز الإجابة من شات 3 ولا 3.5 ولا 4. وفي حاجة لذيذة، لو أنت فاتح اليوتيوب ممكن تقول للخاص لليوتيوب، فبيبدأ يشوف التكست اللي مكتوب اللي هو تحويل الكلام لتكست وبعد كده يلخصه له. فدي ميزه بتوفر الوقت كتير قوي وبيديك اجوبه على الاسئله، ولو موجود حتى معاك في الجيميل بتاعك ممكن تساعدك في الرد على الايميلات. ففي شويه مزايا جميله جدا في الادنس دي. الجميل ان في ادنس كتيره اتعملت، الادنس دي يعني اتعملت بشات جي بي تي، يعني واحد فتح شات جي بي تي وقال له انا عايز اعمل ادنس تعمل كذا 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 كذا، فالبرمجة من خلال شات جي بي تي. طيب في أداة أنا بستعملها كتير اللي هي شات جي بي تي فور جوجل. لو أنا دخلت على جوجل وكتبت أي سؤال، مثلا مصر، مثلا عذرا، ده الجوجل، وبتلاقي بقى إيه الأدنس دي بتجيب لي الإجابة من شات جي بي تي، وبيجيبها لي برضه من شات جي بي تي فور ومن كلاودو ومن بارت. بس هو الاساس شات جي بي تي، اي سؤال بتساله اي حاجه بتعملها سيرش على المتصفح بتاعك او على جوجل بتبدا تظهر معاك الاجابه هنا. تمام، فالاداه دي من ضمن الادوات الجميله الواحد بيشتغل بيها على طول ولذيذه، يعني انت او على طول بيبدا يجيب لك الاجابه، سواء انت بتدور في جوجل سواء بتدور في بينج سواء بتدور في براف او دك دك جو او ياهو، كل ده هو بيتواصل معي. طيب في برضو اداة تانية اسمها مونيكا، دي برضو بتسأل بقى تقول له انت عايز سؤال مثلا في الصفحة دي، عايز السؤال ده على الويب كله. فده من الادوات القوية اللي الواحد بيستعملها كتير، وممكن وانت بتتكلم في لينكد ان او في اي حاجة تبدأ ان انت تتعامل مع الأداة الجميلة ديت. طيب الأداة الحلوة دي AIBRM for شات جي بي تي، أنا مسطبها برضو. الأداة دي جميلة جدا. الأداة دي أول ما بدخل على شات جي بي تي بيبدأ يظهر لي بعض التولز هنا، هدخل دوت على شات جي بي تي وأوريها لكم. ممكن مثلا وأنا بسأله السؤال أختار مثلا أقول له أنا عايز الإجابة تكون لحد بيشتغل انستجرام أو على اليوتيوب أو الحاجات ديت. تمام، وبتخصص الاجابه بتاعتك. ماشي، فالاداه دي كويسه. خلينا نخش كده على شات جي بي تي. شات جي بي تي، فتلاقي اول ما يفتح يجيب لي حاجات كتير قوي، يعني يبدا يخصص لي السؤال بتاعي، يعني اقول له عايز ترجمه كويسه. كان رحت للشات جي بي تي وقلت له لو سمحت اعتبر نفسك راجل متخصص في الترجمه وترجم لي ترجمه احترافيه، ودي بتخليك تاخد فعلا احسن حاجه ان انت تبدا السؤال بتاعك تخيل نفسك عالم اثار يجيب لك اجابه متخصصه في الاثار وهكذا، تبدا تقول له تخيل نفسك الوظيفه وبعد كده اسال السؤال. فهنا بيعمل لك الموضوع دوت بشكل ظريف، بيديك امكانيات كتير جدا لشات جي بي تي 4 بلس او بلجن. في حاجات مثلا تقول له انا عايز حد متخصص في تصميم المواقع يبدا يشتغل بالحاجات دي. تمام، حتى هنا مثلا تقول له انا عايز حاجه في كوبي رايت، عايز حاجه في البرودكتيفيتي، حاجات في السي او، في السوفت وير ابلكيشن وهكذا. فالاداه دي انا بتوفر عليه وقت كتير قوي. ماشي، طيب في برضو اداه تانية او اداه خمسة اللي هي ويب شات جي بي تي، ده برضو بيبدأ يجيب لك الإجابة بشكل جميل من أكتر من موقع، تقدر تسأله سؤال، وده مثل إن هو بيخليك السيرش
مش واقف عند 2021، لا مفتوح معاك، تمام، معاك انترنت اكسس. فالاداه دي لو انت متضايق ان شات جي بي تي محدود بفتره معينه، خلاص دي محلوله بالاداه ديت. زائد ان هو بيديك بعض البرامج، بيسهل لك بعض الوظائف. فمن الادوات الظريفه برضو انت بتعمل سيرش بيبدا يجيب لك الاجابه من اكتر من نموذج لغوي زي شات جي بي تي وبارد وهكذا. اتمنى تعجبكم، لو في اي حاجه ممكن تفيدنا يا ريت تكتبوها لنا في الكومنتات.